الفقرة الأخيرة، وأكيد هذا الفقر رح نترافق فيها على أنشطة الهيئة العامة السورية للكتاب خلال الفترة الماضية اللي حكينا عنها عبر النشر الإلكتروني أيضا يلي ازدادت وتيرته حاليا، ورح نتحدث أكثر عنه وأبرز المشاريع مع المسؤولة الإعلامية بالهيئة العامة السورية للكتاب. سلام فاضل، سعد صباحك يا سلام. سعدي صباحكم، يا سعد صباحك. سلام سلام. يمكن بفترة الحجر الصحي وبفترة توقفت فيه يمكن الحركة الثقافية بسبب فيروس كورونا، ما وقفتوا أنتم الشغل، وكان يمكن في عنكم النشر الإلكتروني يلي كان بهدف أنه الناس تضل عم تقدر تقرأ كتب أو تقدر تكون موجودة. خلينا نحكي شوي عن موضوع النشر الإلكتروني وأهميته وقديش هو عم يكون قريب من الناس. تمام. خلال الفترة الماضية، فترة طبعا لم تنقطع الهيئة العامة السورية للكتاب عن عملية النشر، صحيح. من خلال طبعا عملية النشر الإلكتروني. هلا الهيئة واصلت عملية النشر الإلكتروني وكثفتها لهي العملية. بالإضافة لهذا الشيء، هي نشرت سلاسلها ودورياتها بأوقاتها المحددة. يعني مثلا أي حدا بالفترة الماضية كان فيه مثلا يدخل على موقع الهيئة العامة السورية للكتاب، نعم، ويشوف تشكيلة واسعة من الكتب التي نشرت إلكترونيا على هذا الموقع، سواء فيما يتعلق بالروايات، سواء فيما يتعلق بالدراسات، سواء فيما يتعلق بالشعر. يعني كان في تشكيلة واسعة، صحيح. ومثل ما خبرتكم بالإضافة لهذا الشيء، أنه قامت الهيئة العامة السورية للكتاب بنشر سلاسل ودورياتها في وقت المحدد. فنشرت شو هي السلاسل والدوريات؟ نشرت مجلة المعرفة، نشرت مجلة شامة، مجلة أسامة، نشرت مجلة جسور ثقافية. بالإضافة لهذا الشيء، قامت بنشر السلاسل الخاصة بالأطفال، سلاسل أطفالنا أطفال مبدعون، وفي سلاسل طبعا مكتبة الطفولة، نعم، وسلاسل أعلام ومبدعون. إذا خلال فترة الحجر الصحي في الفترة الماضية لم تنقطع الهيئة العامة السورية كتاب عن مواصلة العمل من خلال عملية النشر الإلكتروني. بالإضافة طبعا لهذا الشيء، في مجموعة من المبادرات اللي أطلقتها الهيئة العامة السورية للكتاب عبر مجلتي شامة وأسامة، صحيح. فمثلا مجلة شام، مجلة أسامة مثلا، أطلقت مسابقة خاصة بالأطفال اسمها أصدقاء مجلة أسامة، دعت من خلال الأطفال لإرسال صورهم التي يسجلون فيها لحظات مميزة، حلو، مع مجلة أسامة على صفحة مجلة أسامة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا وفاز بهي المسابقة مجموعة من الأطفال، سيتم نشر صورهم في الأعداد الورقية لمجلة أسامة. وبالإضافة لهذا الشيء، مجلة شامة كذلك أطلقت مبادرة وهي تسجيل فيديوهات سمع بصرية يقوم فيها الكتاب ويقوم فيها الرسامين من خلال كمان على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأطفال. طبعا يعني أنا موضوع الأطفال كثير مهم سلام، لأنه صدقا بفترة الحجر يمكن هن أكثر شيء ظلموا، فينا نقول، فقديش مهم أنه أهلهم يلاقوا منفس لو عبر مواقع الإلكترونية لحتى يقروا قصص، لحتى يشوفوا هي التجارب أو يعيشوا تجربة الكتابة أو المراسلة. تماما تماما. يعني وطبعا أنا حابة أذكر نقطة، أنه الهيئة العامة السورية للكتاب في الفترة الماضية عندما قامت بنشر سلاسلها ودورياتها التي صدرت في وقتها المحدد، نشرتها بصيغة إلكترونية، ولكن وهلأ بهي الفترة بعد ما عاد الدوام ستقوم بإعادة نشرها ورقيا. يعني هي السلاسل والدوريات صحيح بفترة الحجر الصحي نشرت بصيغة إلكترونية على موقع الهيئة العامة السورية للكتاب، ستعاد سيعاد نشرها ورقيا في الفترة الحالية. حلو. يعني سلام، كان حكينا عن شريحة مهمة هي شريحة الأطفال يلي ما انقطع نشاط تجاههم خاصة بفترة الكورونا والحجر. أيضا مثل ما بنعرف دائما لكل كتاب أو لكل شيء في ملكية خاصة وحقوق نشر، كانت يمكن على طريق البي دي اف، انتم عملتوها بي دي اف، نشرتوها بشكل بي دي اف، واللي بيرغب بهذا الشيء بشكل مجانا بيقدر هو يقرا اللي بده اياه. قديش كمان مهم انه الصيغه اللي انتم نشرتوا فيها الكترونيا؟
تمام. هلا الكتب التي تنشر الكترونيا على موقع الهيئه العامه السوريه للكتاب هي في كتب منشوره ورقيا، يعني في كتب نشرت ورقيا ويعاد نشرها الكترونيا، وفي كتب هي الكترونيه صرفه، يعني هي يتم الاتفاق مع مؤلف هذا الكتاب او مترجم هذا الكتاب. حلو. على انه سيقام بنشر هذا الكتاب بصيغه الكترونيه، صيغه PDF فقط. ففي نوعين من الكتب التي تنشر على موقع الهيئه العامه السوريه للكتاب، هي كتب إلكترونية صرفة، طبعا يتفق مع المؤلف أو المترجم على أن هذا الكتاب سينشر إلكترونيا فقط، وفي عنا كتب هي نشرت ورقيا في وقت سابق. كمان في جوائز الهيئة العامة السورية للكتاب يلي يحضر لها في كل عام، خلينا نحكي شوي عنها، وهل هي السنة رح تكون موجودة وتستمروا بهذا هي الفعاليات؟ طبعا في الوقت الحالي تستمر الهيئة العامة السورية للكتاب باستقبال طلبات الاشتراك بجوائز الهيئة التي أعلنت عنها في وقت سابق. طبعا أنا حابة أرجع أذكر بهي الجوائز اللي هي خمس جوائز، الجوائز الأدبية طبعا اللي أعلنت عنها في وقت سابق، هي جائزة حنا مينا للرواية، جائزة سامي دروبي للترجمة، جائزة عمر أبو ريشة للشعر، وفي عنا جائزة القصة الموجهة للطفل واللوحة الموجهة للطفل. طبعا في هذه الآونة وفي الفترة الماضية كمان استمرت الهيئة العامة السورية للكتاب باستقبال طلبات الاشتراك في هذه الجوائز بشكل عادي. مستمرة هلا الطلبات في الفترة الماضية، سواء في فترة الحجر أو في الفترة الحالية بيقدروا العالم أنهم يشاركوا. تماما. يعني في الوقت الحالي يستمر العمل بهذه الجوائز. حلو. يعني هلا مثل ما حكيتي حضرتك أنه إحنا رجع الدوام هلا بشكل نظامي ورسمي، يعني حتى الفعاليات وجميع الأنشطة اللي عم تقوموا فيها طبعا هي عم تكون ضمن إجراءات معينة، ما مثل القبل حتى بعدد معين، مثل ما شفنا أيضا خلينا نحكي على مثال هو دار الأسد للثقافة والفنون كيف عملت الحفلة السيمفونية الوطنية، كان بث عبر الإنترنت بحضور، ما يعني ما في كان حضور ولكن قدرنا نوصل الرسالة كيف الأنشطة حتكون وكيف عاملين يعني دخول الأشخاص أو العدد. هلا طبعا هو العدد يعني قليل. لا يتجاوز 30% يعني كما هو 30%. تماما يعني طبعا مع المحافظه على شروط السلام الصحيه والمحافظه على التباعد المكاني. تمام. عملا بشروط السلام الصحيه العامه يعني اجمالا بجميع فعالياتنا. طبعا في الفتره الماضيه طبعا كان يتم الاعداد للندوه الوطنيه للترجمه التي ستعقد في مكتبه الاسد الوطنيه في 30/9 و1/10 طبعا بمناسبه اليوم العالمي للترجمة. وسيرافق هذه المكتبة سيرافق هذه الندوة معرض خاص بالكتب المترجمة. تمام. طبعا بس مثل ما ذكرت مع الحفاظ على شروط السلام الصحية والتباعد المكاني، خصوصا انه في المشروع الوطني للترجمة اللي كمان اطلقته الهيئة العامة السورية لكتاب سر لفترة. تمام. طبعا ومثل ما انا خبرتك كمان تواصل هلا الهيئة العامة السورية لكتاب العمل على المشروع الوطني للترجمة الذي اطلقته، يعني تواصل هي العامة السورية للكتاب العمل على اليوم جميع مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق سلام بالفعاليات اللي عم تقوموا فيها. الهيئة العامة السورية للكتاب اكيد مستمرة بالعمل والتقديم. شكرا كثير لك سلام. كل الشكر لكم. نتشكرك سلام وموفقين، وان شاء الله يا رب هيك ميسان بتستمر جميع الانشطة ان شاء الله في سوريا. يا رب.